بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الدرس الثالث من الوحدة الثامنة، صلاة المسافر. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. أبين معنى الضرب في الأرض. الضرب في الأرض وهو السفر، وضح جانبا من أصول الإسلام وسماحته أن شرع للمسافر قصر الصلاة تخفيفا وتيسيرا، لأن الله عز وجل شرع القصر في السفر تخفيفا للمسافر، لأن السفر فيه مشقة. صفة صلاة المسافر: يسن للمسافر قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر العصر والعشاء، فيصليها ركعتين. ومما يدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فكان يصلي ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. كان النبي صلى الله عليه وسلم سافر من المدينة إلى مكة، ثم من مكة إلى المدينة، فكان أثناء سفره يقصر في الصلاة الرباعية. النشاط: ما الصلوات التي يجوز قصرها؟ ما الصلوات التي لا يجوز قصرها؟ صلاة الفجر وصلاة المغرب، لأنها ليست رباعية لا يجوز قصر فيها. التي ليست رباعية لا يجوز القصر فيها. ما الصلوات التي يجوز قصرها؟ وهي الرباعية: صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء. أحكام قصر الصلاة: المسافة التي يجوز للمسافر قصر الصلاة فيها هي 80 كيلو تقريبا. يجوز للمسافر القصر من حين خروجه من بلده، وذلك بمفارقته آخر بيوتها العامرة، ولا عبرة بالبيوت القديمة الخربة غير المسكونة، ولا المزارع والاستراحات التي تكون خارج البلد. أي يجوز للمسافر القصر عندما يخرج من البنيان من البلد، حيث بعد أن يتجاوز بنيان البلد، فيجوز للمسافر أن يقصر الصلاة. ولكن إذا كان في وسط البلد لا يجوز له، أو في بيته فلا يجوز له أن يقصر حتى يخرج من بلده أو من مدينته. للمسافر القصر في رجوعه حتى يدخل بلده الذي خرج منها، وأيضا للمسافر أن يقصر في عندما يخرج من مدينته أو الرجوع إليها أثناء سفره، أنه يقصر في صلاته، سواء كان في الطائرة أو سواء أنا في السيارة أو في القطار أو ما شابه من المواصلات. النشاط: اختاروا الإجابة الصحيحة فيما يأتي. أقل مسافة يجوز فيها قصر الصلاة 200 كيلو أو 35 كيلو أو 80 كيلو. الإجابة نعم، 80 كيلو أقل مسافة يجوز فيها القصر. إذا كانت 70 كيلو تقريبا أو 60 كيلو لا يجوز القصر، لأنها أقل من 80 كيلو. يجوز للمسافر قصر الصلاة عند خروجه من بلده أو عند خروجه من منزله. يجوز للمسافر قصر الصلاة عند خروجه من بلده، كما سبق قلنا لا يجوز للمسافر أن يقصر في منزله أو عند خروج منزله. يقصر المسافر عندما يخرج من المدينة، أي يخرج من بنيان المدينة، أي يتعدى آخر بنيان المدينة ثم يقصر. صلاة المسافر خلف المقيم والمقيم خلف المسافر: إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم وجب عليه إتمام الصلاة ولو لم يدرك معه إلا تشهد الأخير. إذا أتى المسافر الصلاة وصلى خلف إمام مقيم، أي ليس مسافر،
فإنه يتمم الصلاة كما يتمم المقيم الصلاة، يصليها كاملة لا يقصر فيها. ولكن إذا صلى خلف مسافر فإنه يقصر الصلاة كما يصلي الإمام. إذا صلى المقيم خلف مسافر يقصر الصلاة، وجب عليه إتمام صلاته بعد سلام الإمام. ولكن وأيضا إذا صلى المقيم خلف مسافر فإنه يتمم الصلاة، فإذا صلى المسافر ركعتين فالمقيم يكمل الصلاة 4 ركعات ولا يقصر المقيم خلف المسافر. النشاط: سافر أحمد من الرياض إلى الدمام وأدرك ركعتين من صلاة العصر. الدمام من الرياض إلى الدمام فوق 80 كيلو، أدرك ركعتين من صلاة العصر مع إمام أحد المساجد، هل يجوز لأحمد أن يسلم مع الإمام فيقصر الصلاة لأنه مسافر، أم يجب عليه أن يتم الصلاة لأنه صلى خلف مقيم؟ يجب عليه أن يتم الصلاة لأنه صلى خلف مقيم. إذا صلى خلف مسافر فإنه لا بأس أن يقصر الصلاة كما يقصر المسافر، ولكن إذا صلى خلف مقيم فإنه يتمم الصلاة لا يقصر. جمع التقديم والتأخير: يطلق جمع التقديم على أداء الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، وجمع التأخير على أداء الصلاتين في وقت الصلاة الثانية. أي جمع التقديم مثلا أن يصلي العصر مع الظهر، أي يصلي الظهر ثم يصلي العصر مباشرة قبل دخول وقت العصر، وجمع التأخير يصلي الظهر يؤجل صلاة الظهر مع صلاة العصر، أي يصلي الظهر والعصر يؤخر صلاة الظهر. يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما، والجمع بين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، والأفضل ترك الجمع إذا استقر في مكان يتسع الوقت فيه لأداء كل صلاة. إذا كان المسافر لديه وقت لأن يقف ويصلي، فالأفضل أن يصلي الصلاة في وقته، يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته. النشاط: املأ الفراغات الآتية: جمع صلاة الظهر والعصر في وقت الظهر يسمى جمع تقديم، لأنه صلى العصر مع الظهر، قدم العصر. صلى جمع صلاة المغرب والعشاء في وقت العشاء يسمى جمع تأخير، لأنه أخر المغرب مع صلاة العشاء. النشاط الخامس: تعاون مع مجموعة يبين عدد ركعات الصلوات الخمس المسافرة. الصلوات الخمس: الفجر الفجر عدد الصلوات ركعتين، أي يصلي المسافر الفجر ركعتين فلا قصر فيها، والظهر يصليها المسافر ركعتين، والعصر يصليها المسافر ركعتين، والمغرب يصليها المسافر 3 ركعات لا قصر فيها، والعشاء يصليها المسافر ركعتين. والتقويم يكون واجبا أو لمراجعة الدرس. صلى الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأرجو أن يكون هذا الدرس نافعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.